إيطاليا يفجرون مفاجأة، فبعد تشريح جثث متوفين بسبب كورونا، اتهام لمنظمة الصحة العالمية باعتماد الخديعة في التعاطي مع الفيروس. أثر كورونا والدراسات التي تحيط به، الذي يبدو أن كل ما قيل عنه وما حكى حوله يدخل في سلة من التضخيم لا غير. والمسؤولية هنا قد تلقى على عاتق منظمة الصحة العالمية التي هاجمها أولا رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، متهما إياها بالتقصير والمساهمة في التستر عن معلومات مهمة بشأن وباء كورونا. وفي الساعات الماضية كان بارزا ما صدر عن أطباء إيطاليين، فقد خالف هؤلاء قانون منظمة الصحة العالمية بمنع تشريح جثث القتلى من فيروس كورونا، حيث اكتشفوا أنه ليس فيروسا ولكن البكتيريا هي التي تتسبب بالوفاة وفي تكوين جلطات الدم. وأوضح الأطباء أن طريقة علاج كورونا هي المضادات الحيوية ومضادات الالتهابات ومضادات التخثر الأسبرين، مشيرين إلى أن هذا المرض قد عولج بشكل سيء. إلى ذلك، ووفقا أخصائي الأمراض الإيطاليين، لم تكن هناك حاجة أبدا إلى أجهزة التهوئة ووحدة العناية المركزة. وعلى العالم أن يعرف أننا قد تعرضنا للخداع والإذلال من قبل منظمة الصحة العالمية، ختم هؤلاء. نتابع في